أولا وقبل كل شيء يمكن القول على أن الألعاب الأولمبية أو الألعاب البحر الأبيض المتوسط هي قبل كل شيء أخلاق، الرياضة أخلاق، والتعاملات اللي داروها هذا التعامل اللي تعاملوا الجزائر مع المغاربة خصوصا الصحافة ما كانش في المستوى. بلا ما نجيو نهضروا إلى جينا نهضروا على السياسة ديالهم ولا الدولة نتاعهم، دولة حديثة، بينما المغرب دولة عميقة عندها واحد التاريخ اللي كبير، التاريخ ديالها ممتد للقرون. أما بالنسبة للجزائر هي مستعمرة من طرف العثمانيين، ومستعمرات من طرف فرنسا، يعني ما كانش عندهم استقلال، والحدود ديالهم حنا راه الأرض ديالنا مازال عندهم، الأرض ديالنا مازال عندهم، مازال عندنا معاهم حسابات. هذه بالنسبة للسلطات. أما الشعب ديال الشعب الجزائري، الشعب خاوة، وكاينين العائلات ديالنا تما ياك، وكاينين العائلات ديالهم هنايا. الصديق ديالي أنا هذا اللي معايا عنده الجدة ديالو مازال تما ياك في الجزائر. اولا تنهني جميع الاطر التقنيه والرياضيه اللي كانت اللي حضرات في هذا الملتقى الرياضي، وكنشجعوهم وكنشدوا بيديهم باليد نتاعهم، لانهم بينوا على الكفاءه ديالهم، وخصوصا المنتخب الوطني لكره القدم، لانه تمكن انه يبين على علو الكعب نتاعو امام الجزائر، واستطاع انه يتغلب ويمشي للنصف النهائي. الان في هذه اللحظه اللي كان تسجل معكم، راه المنتخب لعب مع ضد في نصف النهائي. مزيد من التالق، مزيد من التوفيق ان شاء الله من جميع الرياضات، وحصد الالقاب وحصد الميداليات. وكان نبغي نهني الاعلام ديالكم او المنبر الاعلامي نتاعكم، وشكرا على هذه الالتفاتة اللي كديروا من اجل اعطاء تبيين الحقيقة. السلام عليكم خويا، تحياتي لكم، تحية للجميع المغاربة. الكلمة اللي بغيت نقول هو على حسب هذه الرياضة اللي احنا كنعرفوها جميع، رياضة جميلة، وجميع الرياضات. القضيه ديال الجزائر ديال الشباب المغربي اللي كان مشى لعب تمايا، يعني قضيه شويه اللي هي ماشي قضيه اللي يعني طيبه، تعامل يعني ناقص بزاف، ماشي تعامل باش كنتعاملوا معاهم. داروا ضغوطات بزاف على الشباب المغربي، ومع ذلك داو ميداليات. واخا كنا حنا اخوان مسلمين مغاربه كيتزايرك المغرب، لعبوا عندنا هنايا في المغرب في مدينه الرباط رياضه كمال الاجسام، مع ذلك المغرب يعني يقدر يعطيهم يعني ميداليات وجوائز كبار وكارت برو الاحتراف. يعني ما خصهمش يتعاملوا هذاك التعامل مع المغاربه. واش غنقول لك، يعني احنا كنا اخوه في الاسلام. شكرا. اول حاجه كنهنئ المغاربه اللي شاركوا في مباريات ديال البحر الابيض المتوسط، واللي تلقوا واللي داو الميداليات الذهبيه. وفي هذا الصدد هذا كنعطي واحد الاشاره لدول الجزائر على سوء الاستضافه وعلى سوء التعامل خلال الاحتفالات ديال اللعبه ديالنا كما شفتوا مؤخرا. دونك سي بون، هادو من بين الابتزازات اللي كديروا الجزائر ضد المغرب على القضيه ديال الصحراء، ولكن كما كتعرف المهم هو الفوز ديال اللعبه ديالنا، وداك الشيء كيبقى غير في الصوره، ماشي ما غاديش ياثر على اللعبه ديالنا. اول حاجه كنهنئوا جميع المغاربه اللي لعبوا بالفوز ديالهم هنيئا، واخا كان شويه سوء معامله ما بين الجزائريين من طرف الجزائريين، ولكن كنبقاو حنايا كذلك المغاربه عندنا روح رياضيه وما كندخلوش السياسه في الرياضه. السلام عليكم، انا كنهنى المنتخب المغربي في جميع الصناف، لا الكره ولا العاب القوى، لا كل شيء.
صراحه يعني انا تفرجت شي لقطات ما عجبونيش داروهم الجزائريين حشومه عليهم صراحه. حنا كنهنئوهم في اي حاجه. الشوغي كاس افريقيا ملي داتو المنتخب شنو درنا حيحنا ومهم كلشي القهاوي تبارك الله عامرين والناس زعما يعني تضامنوا معاهم هما لا ما بغاوش ما فهمتش انا هادشي علاش كيديروا زعما واش السياسيين ديالهم هما اللي كيقولوا ديروا هادشي ولا شو كيفاش تعاملوا مع صحفيين ما خلاوهمش يدخلوا كيقولوا التجزؤ والتخربيق راه حشومه عليهم الصراحه هادشي اللي كيديروا. صراحه هما كنحبوا الجزائريين والله الا عزازين علينا وشفناهم في وجده ماشي مره ماشي جوج. المهم هادشي اللي كنقول لكم هادشي اللي درتو ما فيه ما يتصلح. اولا كنختار اني نهنئ هاد المغاربه هادو لانهم شرفونا وكان الحضور ديالهم كبير واخا كانوا بعض المشاكل مع التنظيم الجزائري ولكن حنا فخورين بهاد المغاربه ونتمنوا ان هاد المشاكل اللي يتقادوا مع الوقت ان شاء الله. طبعا هو من المؤسف اننا غادي نشوفوا مشاكل سياسيه داخل قاعه الملعب ولكن هذا هو المشكل. نتمنوا ان التنظيم المغربي يكون احسن منهم ونكونوا حنا احسن من هذوك المنظمين اللي هما ما فخروش البلاد ديالهم. خويا شنو نقول لك الراي ديالي واخا كنسوء شفاهم في 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 الجزائر مع الصحافة المغرب. المهم ربحناهم اول حاجه حيتاش حنايا عندنا روح رياضيه واخا هكاك. المهم تنهنئ جميع اللعابه مغاربه وجزائريين وحنا ما عندناش داك السياسه في الكره كل حاجه بوحدها ما عندناش السياسه في الرياضه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.